اوكي راح نبدا بالاكسترا لاكس اللي هي هذه اللي هي طبعا هي اصعب شيء تعتبر من ناحيه انه في كثير اشياء راح تكون مفقوده. نعمل كونتينيو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احاول اخلصها بسرعه بسرعه لاني جدا صرت متمرس فيها. اوكي هذا اليوم الاول طبعا هي عباره عن بيت في اشياء كثير لازم احلها عشان اقدر اطلع من الباب الرئيسي. إذا شافتني ممكن تقتلني. أرجع عيد يوم ثاني. أوكي. نفتح الباب هذا. هذا بس طبعا بسرعة. ممكن هذا البينتينج. نفسي أشوف البينتينج هذه إيش. نهاية هذه أهم. أوبس 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 أنا آسف أنا آسف أنا آسف كراني أنا آسف أوكي هو رأي يعني بس أنا آسف طبعا هذه الشيء لازم أوديه هنا في قطعتين منهم لازم أحصل عليهم مع مفتاح لونه أخضر. بالمقابل راح يجيني شيء جوا. نشوف هنا ما في خلي الباب مفتوحة هنا برضه ما في شيء هنا في الصورة هذه خلاص خلاص مفتوح الأخضر ما حتجي يعني تجي من هنا ما بعد ما مشكلة ما تخوف أصلا. أوبس 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 لا 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 خلينا نطيح هذا عشان ما تغير طريقة. أوكي ننزل تحت هنا في كراج في سيارة هذا مقفل وهذا مفتوح هذا مفتوح ما في شيء هذا الباب هنا ما في نفتح هذا هنا مرات نلاقي ورقة لونها أصفر عليها كود نحتاجها. طيب نطلع فوق هنا ما في شيء اوكي هذا الشوتجن نحتاج الشوتجن صراحه نزل تحت عند الشوتجن بس هي ممكن تكون هنا لانه سوينا ازعاج كل شيء ما اعرف اعرف حركاتك اعرف حركاتك اوكي يلا يلا كمان حبيبي يلا روح روح ما اصلا ما اخاف منك
طيح هذه بسرعة عشان تجي. طلعت هنا. اوكي بلاي. اوبس. بسرعة 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 بسرعة. فتحنا الدرج. الدرج الثاني. فتحنا اوكي. هنا ولا شيء. هنا قلنا ولا شيء. هناك ولا شيء. نسوي نطلع فوق الروف ونرجع ننزل على المطبخ ندور في المطبخ ثاني باقي في أدراج تحت ما دورنا فيها. باب مقفل نمسك هذه نرميها في الزاوية هي طبعا حتيجي عند الزاوية نتخبى ورا الباب. يلا جراني يلا حبيبي يلا بسرعة تعالي أول ما يفتح الباب بسرعة أوبس خداع فتحت الباب ورجعت. طيب بس عشان نسوي نطيح هذا لا تجيب نهرب نحط المفتاح وين نجرب نفتح نرمي المفتاح جد 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 جد
يا رب كن مفتوح 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 نطلع فوق بسرعة. أنا هذه الحركة عمري ما سويتها. يا ربي. طيب أنا أرجع نطلع فوق. أوكي. طيب الحين بسرعة. داي 3 طبعا داي 3 يكون باب مفتوح. نفتح الباب ونطلع. مفتاح أزرق جوا محتاج بعدين سيمين خفت أيها الجبت طبعاً يحتاج تجي من الباب هذا أنا انطلقت تكون متى الشاكوش خلاص ما عاد نحتاجه ضرب الشاكوش ما ادري هنا ادرس في شيء هذه الورقه ما لها داعي اوكي باقي مفتاح السلاح في سرادية برضه كتر لازم أخذ أوكي 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 أطلع فوق ندور هنا مرة ثانية ما في شيء ندور هنا ما في شيء ندور هنا ما في شيء أوكي أوكي هذا البطارية باقي اليوم الآن الباب راح يكون مسكر لازم نسوي إزعاج نرجع ناخذ هذه تطلع من اللوحة هذه ممكن تطيح اوكي
اطلع فوق. Okay. Car. Do you want to play hide and seek? Yeah. ايوه ما راح امشي الا لما اشوفك. امر عليك. اوكي هذا مفتاح السياره. اكيد 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 راح الاقي يا الكتر يا الويبنز كي. صح بطيخ اخر بطيخ 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 هنا. طبعا البطيخ هذا لازم نفتحه عشان هذي قرانة جت. بسرعة 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 بسرعة. راح اخذ المفتاح. اطلع فوق. هذا حق الشوت جان ليش ما شفته؟ طبعا هناخذ السلاح هذا. الروف نطلع فوق نحط الغرفة عشان حنجي هنا باب مسكر. الآن بطلع فوق نطلع على فوق 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 فوق. هنا ما في شيء. هنا راح نفتش هذا المكان. امشي لفوق بالسيف. بس باقي المكان هذا ما شفنا ايش فيه. Thank you.
آخر يوم يوم إنك أقراني. طيب ما أدري كيف شفتيني بس أنا شفت شيء شو المشكلة من بزع ناخذ الصراحة من هنا. وين الطلقة؟ بعض الأحيان جم تدي يكون في شيء. يلا حبيبي قراني اطلع وخليك لحالك. يلا باي جراني.